انا حاليا في مدينه اسفي، يعني مسقط الراس ديالي اللي كبرت فيها وعشت فيها الطفوله ديالي والدراسه ديالي. وحنا حاليا في حفل يعني يوم 22 من شهر سبتمبر 2014، هو يوم تاسيس او لا يوم ولاده نادي جديد اسمه راسينغ اسفي. يعني انا كفنان وك يعني ممكن نقولوا كولد المدينه قبل ما نكون فنان، جيت باش ندعم هاد الفكره وهاد التاسيس ديال هاد النادي اللي هو يعني احنا مجموعين كلنا كاطر كفنانين كمثقفين كيعني كنجوم سابقين في الرياضه، كلنا مجموعين لاجل صالح ديال مدينه اسفي ولاجل يعني النهوض بجميع القطاعات اللي موجوده اللي هي الرياضه والفن والثقافه وهذا هو الهدف ديالنا، هو ان مدينه اسفي تبقى دائما في الطليعه وتبقى دائما لها حضور على الساحه الوطنيه والعالميه. صراحه انا كنشوف على انه ما كاينش شي فاصل كبير، يعني ما كاينش شي هو كتفرق بين الفن والثقافه والرياضه، بالعكس هي راه الرياضه فن والرياضه هي اخلاق، فإلا ما كنتيش كرياضي فنان فيمكنش تعطي في الرياضه، فكنظن انه كاين علاقه وطيده كتجمع بين الرياضه والفن. وانا يعني كنشوف على انه اللي هما كلهم يعني قاعد القطاعات وقاعد هاد الشيء كينصب في نهر واحد اللي هو النهوض بمجتمع، لانه الرياضه قبل ما تكون رياضه فهي تهذيب واخلاق ويعني وإديوكاسيون. فكنشوف انه كل شيء كما قلت لك كينصب في نهر واحد، هو يكون عندنا مجتمع راقي ومجتمع واعي، يعني ان تعددت القطاعات فان شاء الله كنتمنى ان الهدف يكون واحد ان شاء الله.